هو ده الكلام. طالما بنتكلم في الدوري وبنتكلم في الدوري السنه الجايه هيكون عامل ازاي، بصوا كلام كتير قوي. الدوري مجموعه ولا مجموعتين؟ القصه ايه؟ الموضوع الدوله، وزاره الرياضه، وزاره الداخليه. بصوا يا جماعه، دوري السنه الجايه مجموعه واحده بجمهور، خلاص. الدوري السنه الجايه مجموعه واحده بجمهور. هيجي النهارده الامن، مش كل اللقاءات هلعبها بجمهور، ماشي. مش هقدر العب بجمهور غير عدد معين، ماشي. هحط سيستم معين للجمهور، اعمل بطاقات، حط الداتا بتاعتك، لازم تاخد كارنيهك من النادي بتاعك، ماشي. ما هو الجمهور لازم يلتزم برضه، ساعدني عشان اساعدك، كل الكلام ده ماشي، مفيش مشكله. بس اتحاد الكوره النهارده ولجنه الانديه والمنظومه الكرويه، الدوري مجموعه واحده بجمهور. هيجي بقى في مجموعه واحده اتحاد الكوره بقى ومسؤولي اتحاد الكوره، انا ميت عليه. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك، ما تاخرنيش 20 سنه. لو حوصل لرئيس الجمهورية، لو هتكلم ان الكرة هتنهار، انا رايح لمجموعة واحدة، انا بتكلم على مجموعة واحدة، مش هرجع لمجموعتين تاني. ادي الوضع دلوقتي عشان الناس الامور تكون واضحة. مجموعتين دي كان شيء طيب، مرحلة وعديناها، ولكن مجموعة واحدة هي دي قيمة الدوري المصري، هي دي قيمة تسويقية للدوري المصري، هو ده شغل اللي مستنيينه، هو ده اللي هيخلي الدوري المصري قوي، هو ده اللي هيودي منتخب مصر في حتة تانية. الدوري المصري لابد ان يكون مجموعه واحده، ولابد ان اتحاد الكوره يكمل الخريطه اللي هو حاططها عشان يروح بالدوري المصري مجموعه واحده من 16 نادي. مش هتبقى السنه دي، ولكن هتبقى السنه الجايه واللي بعديها. الامور خلاص بقت واضحه كده بالنسبه للناس، خلاص. ايه الموضوع الثاني؟ البث. كل الناس الفتره اللي فاتت قاعده تتكلم تسمع البث رايح فين، وايه الامور، وايه الموضوع، وايه الشركه اللي دخلت دي قاعده بتلم، اللي هي فلوس قطريه، اللي هي